بس السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ اخيرا وصلنا لاخر محاضره من محاضرات ميد ترم. بسجل بقالي تقريبا يجي 3 ساعات عشان الحق اخلص المحاضرات قبل الامتحان بكره. ان شاء الله هنلحق نخلص، يعني نبدا على طول. دي اخر محاضره، دي المحاضره السادسه. اتمنى يعني ما يكونش فيه حاجه جديده، يعني يقولون ان الامتحان هيمد عن اكتر من 6 محاضرات. تمام. المحاضره دي بتتكلم عن انسولين اند ديابيتس ميليتس، اللي هو الانسولين، هرمون الانسولين يعني، ومرض السكر. ماشي. فالمهم بيقول لك هنا هنتكلم الاول عن الانسولين. الانسولين بيقول لك هنا اول حاجه هنا عندنا اهو الانسولين. انا عايز اكتب باللون غير ده. ماشي. الانسولين بيقول لك سيكريتد باي، بيتم فرزه عن طريق ايه؟ بيقول لك بيتا سيلز اوف ايه دي ايسليتس. مش هو المشكله، مش في القرايه، هو المشكله بس ان في حرف هنا طاير. ماشي. ايسليتس اوف لانجر هانز، بيقولك يعني ان بيتم فرزه عن طريق خلايا بيتا في جزر لانجر هانز. ماشي. ان بنكرياز، في البنكرياز، از برو انسولين. بيقولك يعني ان الانسولين بيتم فرزه عن طريق البنكرياز. ماشي. في حاجه في البنكرياز، في مجموعه خلايا في البنكرياز اسمها جزر لانجر هانز. جزر لانجر هانز دي بتتقسم لخلايا بيتا وخلايا الفا. ماشي. خلايا بيتا دي اللي هي دهيت دي اللي بتفرز الانسولين. ماشي. اما خلايا الفا، خلايا الفا اللي هي بتفرز الجلوكاجون. احنا دلوقتي بنتكلم عن الانسولين، فقال لك خلايا بيتا هي اللي بتفرز الانسولين. ماشي. بتفرزه على صورة برو انسولين. ماشي. بعد كده فورمد اوف، بيتشكل او بيتكون من، هو دوت. بص دوت شكل هرمون الانسولين في العام يعني. ماشي. هو دوت الشكل. ماشي. فبيقول لك هنا بيتكون، انت لو لاحظت هتلاقي ان ديت سلسلة كربون هنا بلون، ودي سلسلة كربون بلون تاني، لا بنفس اللون قصدي، وبيفصل ما بينهم مجموعة كربون غريبة هنا هي. ماشي. فالمهم سيبك من كل دوت، تعالى نقرا الكلام المكتوب هنا. بيقول لك a chain formed of 21 amino acids، بيقول لك ان السلسلة كلها بتتكون من 21 amino acid اللي هو 21 حمض اميني. ماشي. اتنين بي تشين فورمد، لا لا معلش، ايه تشين اللي هو السلسلة ايه، فين السلسلة ايه؟ السلسلة ايه اهيت اللي هي دي، ديت السلسلة ايه. تمام. بقولك السلسلة ايه ديت بتتكون من 21 حمض أميني، لو عديت دول هتلاقيهم 21. ماشي. والسلسلة بي، فين السلسلة بي اهيت، السلسلة بي بتتكون من 30 حمض أميني اللي هي ديت. تمام. طيب والسلسلة سي، السلسلة دي سي عبارة عن بيبتايد، فين السلسلة سي دي؟ دي مش عبارة عن أحماض أمينية، دي عبارة عن بيبتايد. ماشي. بعد كده زين التسجيل ده بيسجل ولا لأ؟ اه تمام بيسجل. زين باي أكشن أوف بيبتايد سي، بيقولك عن طريق وظيفة السلسلة البيبتايد ديت، is removed forming the function insulin hormone which is formed of two polypeptide chains contained by two disulfide bridges. بقولك يعني ان المفروض ان الانسولين دوت المفروض ان هو عبارة عن سلسلتين، سلسلة A و B، المفروض لما لو متصلين ببعض الانسولين بيشتغل عادي. اما بسبب السلسلة C ديت المتصلة بيهم واللي فاصلة ما بينهم، بيقولك ان هما كده ما بيعرفوش يعملوا شغلهم. تمام. فكده ما هوش انسولين نشط. بيقولك regulation of insulin secretion، ايه هي الحاجات اللي بتنظم افراز الانسولين؟ بيقول لك واحد انسولين سكريشن انكريز باي، امتى بيزيد افراز الانسولين؟ بيقول لك ايتنج، اثناء الاكل. يا اسطى يا اسطى ماشي ماشي يا اسطى، هو انت وانت بتاكل المفروض ان انت كده بتزود السكر في الجسم صح؟ فلما تزود السكر في الجسم اكيد احنا عايزين حاجه تقلل السكر، فالانسولين ده بيعمل كده، هو بيقلل السكر في الدم، فعشان كده بيتم افراز الانسولين في حالات الاكل. ماشي. اللي هو increase glucose concentration in blood، تزويد السكر في الدم. بعد كده بيقول لك insulin secretion decrease، امتى بيقل افراز الانسولين؟ اكيد لو مستوى السكر عالي. بيقول لك fasting، اثناء الصيام. معلش معلش، لو مستوى السكر قليل، لان الانسولين بيقلل السكر، افرض ان هو السكر قليل اصلا مش هحتاج افرز انسولين. فانا بقول لك اثناء fasting الصيام، بقول لك اثناء الصيام بيكون المستوى السكر في او الجلوكوز في الدم
قليل ماشي، فبحتاج ان انا اوقف الانسولين خالص عشان ما اقللش السكر اكتر، انا هقلله اكتر ازاي هو اصلا قليل. بعد كده بقول لك ميكانيزم اوف انسولين اكشن اللي هي طريقة عمل الانسولين ماشي. بقول لك واحد انسولين بيندز تو اتس ريسبتورز اون ذا سيل ميمبرين، بقول لك يعني ان غشاء الخلية بيكون عليه مستقبلات ماشي، او ده افرض ان هو غشاء الخلية اهي ودي المستقبلات اللي عليه اهوت. بقول لك يعني الانسولين بيجي يرتبط بقى بالمستقبلات ديت ماشي. بقول لك بعدين this receptors are formed of two alpha and two beta subunits، بقول لك يعني ان المستقبلات دي بتتكون من 2 الفا اهو 2 الفا و2 بيتا subunits ماشي، وحدات يعني. بعد كده binding of insulin to the receptor result in trans membrane signaling in the target cell، بيقولك يعني ان ارتباط الانسولين بالمستقبلات بتاعته بين الاشارات المطلوبة ماشي للخلايا المستهدفة ماشي. بعد كده defect in the insulin receptor or post receptor events of the signaling molecules cause insulin resistance، بيقول لك ان لو في اي خلل في المستقبلات هيعمل لك مقاومة انسولين ماشي. نيجي بعد كده ديابيتس ميليتس، هنعرف بقى ايه هو مرض السكر ماشي. تعريفه، تعريف الديابيتس ميليتس، بيقول لك ديابيتس is a group of metabolic disease، بيقول لك ان هو نوع من انواع الامراض الايضية ماشي، characterized by hyperglycemia اللي هو بيتميز يعني بزيادة السكر في الدم resulting from defect in insulin secretion، بسبب بقى لو في مشكلة في خلل يعني في افراز الانسولين او انسولين اكشن او في وظيفة الانسولين او في الاتنين، يعني الخلل في المرض السكري مرض السكر قصدي، اما انه هيكون خلل في افراز الانسولين او خلل في المستقبلات نفسها اللي بتستقبل الانسولين وبتتفاعل معاه ماشي، او مع الاثنين او في الاثنين. بعد كده بقول لك ذا كرونيك هايبر جلايسيميا اوف ديابيتس از اسوسييتد ويز لونج تيرم دامج، بيقول لك يعني ان واحنا فين هنا بقول لك ان نقص زيادة السكر الحادة في مرض السكر بيقول لك بيرتبط بالتدمير طويل الامد ماشي، dysfunction اللي هو خلل في الوظيفة and failure of different organs، وفي مش وبيقول لك يعني ان هو بيسبب فشل في وظيفة اعضاء مختلفة خاصة العينين، يعني مرض السكر ممكن يأثر على العينين والكلية والأعصاب والقلب والبلاد فيزلز، يعني بيأثر على كل الأعضاء دي هم البي سي بي. بيقول لك بعد كده classification of DM، ايه هو تصنيف في الديابيتس من الميليتس؟ ما هو مرض السكر بيتصنف لنوعين ماشي، واحد تايب 1 اللي هو نوع واحد وتايب 2 اللي هو نوع 2 ماشي. هناخد بقولك تايب 1 ديابيتس ميليتس، ايه هو تايب 1؟ هنعرف كل واحد فيهم. تايب 1 او النوع الاول من مرض السكر بيقولك ريسولتس فروم اوتوميون ديستركشن اوف ذا برينس بنكرياتيك بيتا سيلز، بيقولك يعني ان هو بيكون بسبب المناعه الذاتيه ل destruction of the beta cells، بقولك يعني ان المناعة الذاتية بتخلينا ما نعرفش بتخلي الجسم يعني يبقى عنده مقاومة للانسولين ماشي. بعد كده it may be also due to viral infection، ممكن يكون بسبب عدوى فيروسية. بعد كده بقولك it occurs most commonly in children and adolescents، بقولك يعني ان هي type 1 دوت بيحصل عامة في الاطفال وفي المراهقين ماشي، يبقى في الاطفال المراهقين يبقى تايب 1 بيحصل في الاطفال والشباب يعني. بعد كده تايب 2 دايابيتس ميليتس، ايه هو بقى النوع 2؟ بيقولك النوع تايب 2 دايابيتس از كاركترايزد باي انسولين ريزيستنس، بيقولك ان هو بيكون مشكله في مقاومه الانسولين، يبقى الاول كان مشكله في خلايا بيتا في البنكرياس ماشي، اما النوع الثاني مشكله في مقاومه يعني مفيش مشكله في خلايا بيتا هي بتفرز الانسولين عادي ولكن الجسم بيقاومه، يبقى النوع الاول خلل في البنكرياس ولكن النوع الثاني خلل في
المستقبلات ماشي. بعد كده بلازما انسولين كونستريكشن is usually increased however it is insufficient to maintain normal glucose homeostasis. بقولك يعني ان الانسولين تركيز الانسولين في العادي ان هو بيزيد كلما كان يعني مستوى الجلوكوز في الدم قليل ماشي زيادة قصدي معلش، فعشان يحفظ التوازن. with time there is progressive B cell failure and insulin deficiency result. بقولك يعني ومع الوقت بيحصل نقص تدريجي او كمان فشل او مشكلة يعني تدريجية في نقص النتائج ماشي، نقص الانسولين يعني. دي نفس الصفحة انا صورتها مرتين بس عشان كان مش واضحة. بعد كده type 2 diabetes is usually associated with visceral OST. بيقولك ان النوع التاني من مرض السكر يعني دايما بيكون متعلق بالسمنة ماشي، which is closely related to the presence of insulin resistance. وبيقولك كمان واللي هو بيكون مرتبط بوجود مقاومة للأنسولين ماشي. هنا بقى مقارنة بين type 1 و type 2 اللي هو المقارنة بين الأنسولين من النوع الأول والنوع التاني. بيقولك frequency الانتشار، بيكون نسبة الانتشار بتاعته ايه؟ بقولك النوع الأول بيكون 10% بس، مش اللي هو بيكون في الأطفال يعني 10%، أما بالنسبة للنوع التاني بيكون بنسبة 90% ماشي، بنسبة كبيرة يعني. طب بالنسبة ل العمر اللي بيصاب بيه الناس يعني بتايب 1 أو تايب 2، هو المثال ده شغال ولا لأ؟ اه شغال تمام. بقولك more common in children اللي هو يعني أكثر شائع أكثر في الأطفال والمراهقين ماشي. مور كومون يبقى النوع الاول بيكون شائع اكتر زي ما قلت في الاطفال والمراهقين، ولكن النوع التاني بيكون شائع في الميدل ايج اللي هو الناس الاكبر من كده يعني. بعد كده اونست التطور المرض يعني التطور في النوع الاول سريع ماشي، ولكن في النوع التاني بطيء. فاميلي هيستوري بالنسبه بقى للوراثه التوارث، بيقولك التوارث بتاع التايب 1 بيكون اقل من 20% ماشي، ولكن التوارث بتاع تايب 2 بيكون 60% اكتر منه يعني. وبعدين هي علامة اهو، تايب 1 المفروض ان هو بيكون نسبته قليلة فالتوارث بتاعه بيكون قليل، وهنا نسبة تايب 2 بتكون كبيرة فالتوارث بتاعه بيكون كبير ماشي. بعد كده بيقولك level of endogenous insulin، بقولك يعني مستوى طيب يا سادة برضو التسجيل واقف، ولكن الحمد لله المريض لحقت يعني واكتشفت ان هو واقف قريب بدل ما كنت بقعد اشرح شوية اكتر، وفي الاخر لاحظ ان هو واقف ماشي. المهم وقفنا هنا اللي هو كان هنا، وبعد كده كلينيكال مانجمنت اللي هو العلاج يعني. بيقولك العلاج في تايب 1 او في النوع الاول بيكون عن طريق الانسولين او ان احنا نمشي على نظام غذائي معين ماشي، ولكن العلاج في النوع التاني بيكون عن طريق نظام غذائي برضو والتمارين والادوية اللي بتتاخد عن طريق البق يعني والانسولين برضو تمام. بعد كده بيقولك امبارد جلوكوز توليرانس اللي هو الاي جي تي. ايه هو الامبارد جلوكوز Tolerance؟ بص انا عايز اقولك ان هو لو واحد مثلا راح عمل تحليل، لو التحليل بتاع السكر ده طلع طبيعي يبقى هو شخص طبيعي، ولكن لو طلع مش طبيعي يبقى عنده سكر تمام. طب افرض بقى اللي هو ايه في حالة ما بين الاتنين، هو اللي هو ولا طبيعي قوي ولا عنده سكر قوي، فهي دي بنسميها Impaired Glucose Tolerance او الـ IGT ماشي. بقولك بقى ايه هنا التعريف بتاعه، condition represent an intermediate category between normal and diabetes. بقولك اللي هو يعني الحالة اللي بيكون موجود فيها فئة متوسطة ما بين العادي الطبيعي يعني والسكر ماشي زي ما قلت لك. بعد كده بقولك patient with impaired glucose tolerance may be at increased ريسك. بيقولك ان الشخص اللي بيكون عنده امبيري جلوكوز توليرانس او اي جي تي اللي هو المرض اللي ما بين او الحاله يعني اللي ما بين الطبيعيه والمرض، بيقولك ان هو بيكون في خطر مستمر. ليه؟ لان هو بيكون مقبل على السكر،
of developing diabetes او في تطور السكر. بعد كده بيقول لك metabolic changes in DM، ايه هي التغيرات الايدية اللي بتحصل في مريض السكر؟ بيقول لك all metabolic changes are due to decrease in the insulin anti-insulin ratio which produce changes reversal to insulin action. بيقولك يعني ان كل التغيرات اللي ممكن تحصل بتكون كنتيجة لنقص النسبة ما بين الانسولين والانتي انسولين، ما بين الانسولين ومضادات الانسولين، ماشي، which produce واللي بتنتج تغيرات عكسية يعني لتفاعلات الانسولين. بعد كده changes in carbohydrate metabolism، هي التغيرات يعني في السكريات اللي احنا بناكلها، يعني في ايدل السكريات اللي احنا بناكلها يعني. فانا بقول لك التغير واحد وادي اتنين. واحد decrease glucose uptake، بقول لك ان احنا لما بناخد سكر لما بناكل سكر يعني كتير، واحنا بناكل سكر يعني بقول لك ان هو بيعمل تقليل لامتصاص الجلوكوز، ماشي، جلوكوز اوكسيديشن، وكمان تقليل لاكسيد الجلوكوز، وتقليل كمان لتكوين الجلوكوز، ماشي. وبعد كده بقول لك تقليل زياده بقى، احنا كده هنا خدنا هنا تقليل وخدنا هنا هناخد هنا زياده في الجلايكوجينوليزيس اللي هو في تحليل الجلوكوز، ماشي، والجلوكو نيوجينيسيس اللي هو في تصنيع سكر جديد، زياده في تكوين الجلوكوز وتصنيع سكر جديد، ماشي، او جلوكوز جديد. بعد كده this leads to hyperglycemia، بيقول لك ان دوت بيؤدي لارتفاع في السكر الشديد اللي هو اسمه جلوكوزوريا، ماشي، جلوكوزوريا اللي هو ايه، خروج السكر مع البول، ماشي. when blood glucose exceeds renal threshold of glucose which is 180 بوليوريا لوز اوف الكترولايتس دهايدريشن، هو انا حاسس ان الكلام بيتعاد ولا في ايه، بوليبيزيا فيلينج اوف سيرست. المهم يعني المقصود هنا اللي هو بيقول لك ان زياده السكر بتؤدي لجلوكوزوريا، ماشي، والجلوكوزوريا دي اللي هو خروج السكر مع الدم مع البول، يعني هربت خروج السكر مع الدم ازاي، خروج السكر مع البول، ماشي، لما بيزيد في الدم عن 180، ماشي. والموضوع دوت بيؤدي لحاجه اسمها بوليوريا دي اللي هي تعدد التبول، يعني بسبب ان تركيز البول عالي فبيسحب ميه كتير. بعد كده لوس اوف الكترولايتس اللي هو خساره السوائل يعني. بعد كده ديهايدريشن بتعمل جفاف، دوت كله هيؤدي لجفاف بعد كده. وبعد كده البولي ديبيزيا اللي هو تعدد الاكسده، ماشي، بعد اللي هو الشعور بالسيرست، ماشي، ثواني بس نعرف الشعور بالسيرست دي يعني العطش، يعني تعدد الشرب يعني. نكمل changes in lipid metabolism، التغيرات في ايض الدهون. بص وهنا بيقول لك واحد، بص هو عايز يقول لك يعني اعراض السكر ايه اللي هيتغير في الدهون. بيقول لك decrease lipogenesis، هيقلل تكوين الدهون، ماشي، and increase lipolysis، وهيزود تحليل الدهون، ماشي، يعني هيقلل تكوينها او يعني تخزينها وهيزود تحليلها، ماشي. بعد كده this lead to weight loss، بيقولك دوت بيؤدي لخسارة في الوزن، ماشي، increase free fatty acid in blood، وكمان زيادة الاحماض الدهنية في الدم، وده هيعمل اسيدوز فيما بعد يعني، وفاتي ليفر والكبد برضو الريكورد وقف. المهم يعني وهايبر كوليستروليميا اللي هو زيادة الكوليسترول برضو، and كيتوزيز وهيعمل كيتوزيز، ماشي، and may be coma، وممكن في الاخر يعمل غيبوبة، ماشي. بعد كده changes in protein metabolism، التغيرات في ايض البروتينات.
ايه اللي هيحصل للبروتين بقى اثناء ان حد عنده سكر؟ بيقول لك decrease protein synthesis، اللي هو هيقلل عملية تخليل البروتين and increase protein catabolism، وهيزود عملية تحليل البروتينات. ماشي. This leads to increase sensitivity to infection. بيقول لك ان دوت هيزود الحساسية للعدوى. طبعا ما هو البروتينات ديت المفروض ان هي بتصنع الاجسام المضادة. ماشي. فلما يكون في نقص في البروتينات هيكون في نقص في الاجسام المضادة. بعد كده delayed healing of wounds، اللي هو تأخر التئام الجروح. بعد كده digestion، لا diagnosis، معلش diagnosis of DM. ايه هو تشخيص diabetes mellitus اللي هو مرض السكر؟ بقولك the following laboratory analyses are done for diagnosis and control of DM. بقولك ان التحليلات المعملية التالية بتتم علشان نسيطر على السكر. ماشي. ونشخصه. ماشي. هنا بقولك في نوعين، في ثلاث انواع اهوت من التحليلات. في هنا fasting plasma glucose level، اللي هو التحليل يعني بتاع الاشخاص، اللي هو التحليل على الصايم، مش عارف اقولها ازاي. ماشي. اللي هو بيكون صايم قبل التحليل من 8 ل 12، من 8 ل 12 ساعه. ماشي. 2 2 هاور بوست برانديال بلازما جلوكوز ليفل. بيقول لك يعني انه كمان ممكن نعمل التحليل دوت بس بعد الاكل يعني بساعتين. ماشي. بعد كده 3 measurement of glycated HB، او ان احنا نقيس glycated HB دوت اللي هو يعني السكر في الهيموجلوبين تقريبا او حاجة زي كده. it is considered a good test for follow up of diabetic patient. بقولك يعني ان هو دوت افضل اختبار علشان يقيس السكر عند المريض. it is not affected by immediate changes. بيقولك ان هو ما هوش مؤثر يعني في تغيرات محددة في مستوى الجلوكوز في الدم يعني. هنا ديت ده جدول اهوت بيقولك ايه fasting اثناء الصيام، يعني الطبيعي بتاع الجلوكوز اثناء الصيام بيكون 100. ماشي. بالنسبة للإمبارد اللي هو يعني الحالة اللي ما بين الطبيعي والمرضي بتكون من 100 ل 126. ماشي. بالنسبة لطرف ان عنده سكر من بعد 126. تمام. بعد كده بالنسبة للأكل بعد الأكل بساعتين، يعني التحليل الطبيعي للشخص واكل يعني واكل قبل التحليل بساعتين بيكون 100 أقل من 140. ماشي. ده الطبيعي. بالنسبة للإمبارد الحالة ما بين الطبيعي والمرضي بيكون من 140 ل 200. ماشي. أكيد السكر بقى السكر أو المرض يعني بيكون من 200. ماشي. أو أكتر من 200. بعد كده راندوم، عينة عشوائية. ماشي. بيقولك النورمال مش عارفين بقى، ما هو عينة عشوائية ما احنا هنعرف منين. ماشي. بيقولك ولكن الديابيتس أكيد هيكون من 200. ماشي. هو دايما السكر زيادة بتكون أكتر من 200. مرض السكر يعني بيكون عندي التحليل اكتر من 200. اتش بي اي ال سي دوت اللي هو بيكون مش عارف هو ايه ده. ماشي. ولكن هو دوت واضح ان هو الاخير دوت اللي هو اتش بي دوت. بيقولك في الطبيعي بيكون اقل من 5.7، وفي الامبارد من 5.7 ل 6.5، وفي الديابيتس اكتر من 6.5. بعد كده مضاعفات السكر. ماشي. ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل لمريض السكر؟ بقولك اكيوت مزمنة يعني، وكرونيك حادة. بص دي مش مزمنة خالص، بص دي هي اللي مزمنة ودي حادة. هنا بقولك الاكيوت المزمنة ممكن تعمل هايبر جلايسيميا كوما، ممكن تعمل كوما اللي هو غيبوبة، دي غيبوبة ارتفاع السكر ودي غيبوبة انخفاض السكر. ماشي. بالنسبة للكرونيك بقى اللي هي انا اسف يا نهار ابيض انا عكست. بص دي المزمنة كرونيك يعني مزمنة، واكيوت يعني مرضية. ماشي.
المرضية ممكن تكون غيبوبة ارتفاع السكر أو غيبوبة انخفاض السكر، ماشي. أما الكرونيك اللي هي المزمنة يعني، بيقول لك إن هي بتكون مايكروفاسكولار، ماشي. مايكروفاسكولار اللي هو يعني الأوعية الضيقة، أو الماكروفاسكولار في الأوعية الكبيرة، ماشي. فهنا المايكروفاسكولار أو الأوعية الضيقة، الأوعية الإيه الضيقة، ماشي. بيقول لك ريتينوباسي، هتعمل ريتينوباسي، ماشي، أو نيفروباسي أو نوروباسي، ماشي. نيفروباسي دي اللي هي أنابيب الكلية، ونيوروباسي ديت اللي هي الأعصاب، والريتينوباسي ديت اللي هي شبكة العين، ماشي. ديت كلها في الحاجات اللي هي ايه المايكروفاسكولار. اما بالنسبه للماكروفاسكولار بقى، هي الكوروناري ارتري اللي هو الشريان التاجي، ماشي، او السيريبرال ارتري اللي هو الشريان الوريدي، او الشريان ايه دي سيريبرال الدماغي، ماشي، الشريان الدماغي، اما او بريفرال ارتري اللي هو الشرايين الملحقه. ايوه تمام. بعد كده في مقارنه هي بين الهايبر جلايسيميا كوما والهايبو جلايسيميا كوما. الهايبر جلايسيميا كوما اللي هو يعني غيبوبه ارتفاع السكر، والهايبو جلايسيميا كوما هي غيبوبه انخفاض السكر. فهنا بيقول لك الاسباب، اسباب غيبوبه ارتفاع السكر، بيقول لك usually due to ketosis اللي هو عاده بتكون بسبب الكيتوزيس، ماشي، اللي هو زياده الكيتون بادز في البلاد يعني، and acidosis، يبقى يا اما كيتوزيس يا اما acidosis، ماشي، caused by severe uncontrolled DM. بيقول لك يعني ان غيبوبه ارتفاع السكر دي في الغالب بتكون بسبب الكيتوزيس او الاسيدوزيس، بسبب ارتفاع السكر العشوائي، ماشي. بعد كده نقص السكر، اما قصادها بقى نقص غيبوبة نقص السكر ممكن تكون بسبب ايه. بيقول لك عادة ما تكون بسبب جرعة زائدة من الانسولين، اللي هو ايه، حد خد جرعة زائدة من الانسولين فنقصت السكر عنده قوي فعملت له غيبوبة، او اورال هايبوجلايسيميا دراجز، او كمان ادوية خفض السكر، ماشي. بعد كده respiratory rate، ايه مستوى التنفس بالنسبة لارتفاع السكر، فهيعمل هايبر فنتيليشن اللي هو يعني هيخلي المريض يتنفس بسرعة جامدة، ماشي، علشان في كيتوزيس، ماشي، واسيدوزيس، فهو هيحتاج يتنفس بسرعة عالية عشان يقلل الحموضية في الدم، ماشي. اما بالنسبة اللي عنده سكر قليل يعني انخفاض في السكر، غيبوبة انخفاض في السكر، بيقول لك نورمال ريسبيراتوري ريت، بيقول لك مستوى التنفس بتاعه هيبقى طبيعي، ماشي. اما بالنسبه للبالس اللي هي نبضات، النبضات في ارتفاع السكر بتكون ضعيفه وفي نفس الوقت سريعه، ولكن في انخفاض السكر بيقول لك بتكون قويه وسريعه، ماشي، يعني في الحالتين سريعه، ولكن في الهايبر جلايسيميا اللي هو ارتفاع السكر بتكون ضعيفه، ولكن في الهايبو بتكون قوية. بالنسبة للجلد بيقول لك دراي سكين، في الحالة ديت بيكون في دراي سكين. ليه في دراي سكين؟ ممكن عشان ان هو بيعمل تبول كتير، فعشان كده بيكون في جفاف، ماشي. وبالنسبة لانخفاض غيبوبة انخفاض السكر، فبيقول لك اكسسيف سويتنج، بيعرق كتير، ماشي. بعد كده يورين، يورين اللي هو بالنسبة للبول يعني، بيقول لك اكسس اماونت اوف جلوكوز اند اكت اسيتون. بقولك يعني انه في البول بتاع العيان اللي عنده غيبوبة السكر المرتفع ديت، بيقولك انه بيكون في كمية كبيرة من الجلوكوز والاسيتون، ماشي، ولكن في اللي عنده سكر منخفض مش اكيد ما عندوش جلوكوز بقى هيخرج في البول، ماشي. تريتمنت، العلاج، بالنسبة للعلاج للمريض اللي هو بيكون عنده ارتفاع في السكر، بيقولك او غيبوبة ارتفاع في السكر، intervention اللي هو الحقن، او administration of insulin together with glucose، بيقولك ان احنا هنعمل توازن ما بين حقنه بالانسولين علشان نقلل السكر، وفي نفس الوقت عشان لو السكر
قل جامد نحقنه بالجلوكوز فيزود السكر شوية للمستوى الطبيعي. أما بالنسبة لعيان الغيبوبة اللي هو بسبب نقص السكر، بيقول لك جلوكوز ادمنستريشن، ماشي، اللي هو يعني هنعمل هو ادمنستريشن يعني سيطرة، إدارة بالجلوكوز، يعني هنحقنه بالجلوكوز، ماشي. بعد كده بيقول لك تريتمنت اوف ديابيتس ميليتس، ايه هو علاج مرض السكر، ماشي. بيقولك دايت كنترول اللي هو السيطرة على النظام الغذائي، يعني متقعدش تاكل بقى سكريات وبتاع وانت عندك سكر وكده. بيقولك to achieve weight reduction in overweight patient with type 2، بيقولك علشان نحصل على وزن اقل يعني في المريض السكر من النوع 2 اللي بيكون عنده وزن عالي، ماشي. if improvement in hyperglycemia is not achieved by diet، لو معرفناش نعالج الهايبرجليسيميا او ارتفاع السكر يعني بالدايت، trial with an oral drug، حاول بالادويه يعني اللي بتتاخد عن طريق البق، should be started، ينبغي ان المسجل كل شويه بيقف بس انا مصر برضو لازم انا اخلص. بعد كده اورال انتي بيوتيك دراجز، ايه هي الاورال انتي بيوتيك دراجز؟ اللي هو المضادات الحيويه، الادويه المضادات الحيويه بتتخذ عبر الفم. بيقول لك ذيس دراجز ار، انا عايز اخلص بسرعه عشان قبل ما يفصل. ذيس دراجز ار يوزد فور تايب 2، بيقول لك ان الادويه ديت بتتاخد علشان النوع الثاني، but not for type 1، ولكن ما بتتاخدش للنوع الاول. oral hypoglycemic drugs are، بقولك ان الادوية اللي بتكون بتقلل السكر ديت عبارة عن 1 2 1، drugs that increase insulin secretion as sulfonylureas ديت، بقولك يعني الادوية اللي بتزود افراز الانسولين كسلفونيلرز، ماشي. ولكن النوع التاني يعني drugs that improve insulin sensitivity as metformin، اللي هو يعني الأدوية اللي بتزود الإحساس بالأنسولين، ماشي. بعد كده أنسولين، الأنسولين بيقولك إن هو في من هيومن أنسولين is often preferred، بيقولك يعني إن الأنسولين اللي بيتم جلبه من الإنسان، سحبه من الإنسان دوت، بيكون أفضل طبعا عن الأنسولين اللي بيكون الحيواني، ماشي. بعد كده أنسولين is injected substantially ديت or as an انسولين بين، بيقولك يعني بيتم حقن الانسولين تحت الجلد، تحت الجلد، ماشي، تحت الجلد او بألم الانسولين وبس. الحمد لله خلصنا، بالله عليكم تدعوا لي بقى وكده واكتبوا لي تعليق كويس وبس عشان اعرف بس انتوا فاهمين ولا بتتفرجوا على الفيديو للاخر ولا لا. تمام كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا مع السلامة.